ماليا لو اداريا مشكله الزراعه. شوف العراق، العراق عنده مشكله اداريه مو بس بالرياضه، كل شيء، بالسياسه، بالاقتصاد، بالشباب، بكل مناحي الحياه العراقي يعاني من الاداره. نبكي على القاده، ليس لدينا قاده حقيقيين في مجالات مهمه لها مساس مباشر مع الشباب. فمشكله اداريه، انا اعتقد هم الاداره الان، من هم الاداره؟ للاسف يتصرفون بمعزل عن الجميع، يفكرون بطريقه مختلفه، طريقه تفكيرهم يعني لا تناغم الواقع الحالي. الفريق يعاني، الجمهور يعاني، ماكو حلول جذريه، حلول حقيقيه. كل موسم يغيرون 6 7 8 لاعبين ويجون لاعبين اخرين، لكن بالعكس مستواهم اقل من المغادرين، فلذلك النادي يدفع الثمن. فهي مشكله اداريه. طبعا المشكله الماليه ايضا، تعرف انت احنا ما عندنا عداله في موضوع توزيع الاموال بالانديه. انديه تتقاضى مبالغ طائله صح. جدا، ناديين او ثلاثه، وبقيه الانديه على الحافه، يعني اموالهم متقطعه مجزئه ما يحصل. طبعا هذا اكيد لا يقدر يتسوق، لا يقدر يبحث عن انتقالات حقيقيه، فتصير عنده مشاكل.